الأهلي كيان ومكان، الأهلي فرحة، الأهلي المنتصر، الأهلي البطل. النهاردة أوجاستي بيكتب التاريخ، النهاردة الأهلي بيكتب التاريخ، النهاردة الأهلي بيصعبها على الجميع، النهاردة الأهلي بيقول إنه بطل في كل شيء، النهاردة النادي الأهلي بيقول أن البطولة تليق به، النهاردة النادي الأهلي بيقول إن أوجاستي جاء ليغير التاريخ. أكيد كتابة التاريخ عظيمة، ولكن تغيير مسار التاريخ بتكون أشياء استثنائية في كتب التاريخ، زي اللي بيعمله أوجاستي، زي اللي بيعمله اللحظة دي، زي اللي بتشوف كتير من جماهير الأهلي، منهم أصدقائنا إيهاب عمر أحمدي مع فريق النادي الأهلي، الناس اللي سافرت، الناس اللي حبت تشارك اللحظة دي، الناس اللي بتشفى من أحزانها ومن أمور كتير جدا في حياتها بالأهلي، الناس اللي كتير من الجمهور اللي عرفوا منهم أو ما عرفوش كلهم بلا استثناء. أنا واثق إن النهاردة حفروا لحظات تاريخية في حياتهم لا يمكن ينسوها. مين اللي اداها لهم؟ هي الأهلي، هي كتيبة أوجاستي، هي لحظة الاحتفال، هي لحظة الانتصار اللي وما أكثرها في تاريخ النادي الأهلي، لحظة كبيرة، لحظة استثنائية زي البطولة واللقب الكبير. بصوا في وشوش الناس على الشاشة، شوفوا الفرحة في عيونهم عاملة إزاي، شوفوا سعادتهم بالنادي الأهلي، وشوفوا النادي الأهلي قادر يعمل إيه. النادي الأهلي قادر يغير مودك، النادي الأهلي قادر يكتب التاريخ. مليون مبروك لبطولة البال، إن هي تشرفت بإن هي بقت النهاردة اتكتبت جنب اسم النادي الأهلي كحاجة تخلي ليها وقع مختلف لما نيجي نفتكرها. ممكن أي فرق تتوج بالبطولة دي والله هتلاقي الناس ما تعرف إن حد خدها. لما يجي النادي الأهلي ياخد بطولة كبيرة زي دي ويقترن اسم النادي الأهلي بتاريخه وبعظمته ببطولة كبيرة زي بطولة البال، هتلاقي البطولة بقى لها طعم خاص ومذاق خاص زي مذاق النادي الاهلي اللي مفيش حاجه شبهه، مفيش حاجه شبه النادي الاهلي. يمكن الصوره للجماهير دي يا جماعه، حابب اقول لكم نقطه مهمه جدا، ان الجماهير دي بما ان فارس ذكر يعني احمدي وايهاب عمر، الناس دي برضو هي اللي سافرت في الكويت وخسرنا البطوله العربيه في المباراه الختاميه والنهائي بباسكت ينزل خلاص خدنا البطوله، ولكن ما فقدوش الامل، وده جاي من ثقه. الثقه دي تولدت منين؟ من جهاز فني، من لاعبين على قدر وقيمة النادي الأهلي اللي يخليك تراهن عليهم. أوجاستي ولاعبي النادي الأهلي في كرة السلة قدروا يحافظوا السنة دي على البطولات المحلية اللي خدوها السنة الماضية، خدوا دوري السوبر، خدوا كاس مصر، النهاردة بياخدوا بال، بيشاركوا في كاس العالم للأندية، فقدوا البطولة العربية اللي كانوا حققوها السنة الماضية، دوري المرتبط. القصة باختصار شديد إن تقدر وانت مغمض دلوقتي وتقول عاد عصر الغابة. فعلا النادي الأهلي في ألعاب الصالات وفي كرة القدم هذا الموسم بيرسخ للعصر اللي جماهير النادي الأهلي بتحبه، وهو عصر الغابة. إن أنت تكون ملك الغابة في كل الألعاب، هو ده النادي الأهلي، هو ده قيمة النادي الأهلي ولحظات التتويج للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني للنادي الأهلي. لحظات هي ليلة من ليالي النادي الأهلي، يعني ليله من ليالي ليلة العمر يا ليله ليله حمراء للفريق ده، وادي لحظات التتويج زي ما انتم شايفين، الفرحه عظيمة بالبطوله والفرحه بالكاس. وبعدين في حاجه اخيرا كسرنا عقده السنغال يا راجل، هو في كده؟ والله ما فيش كده. ومين برضو بيكسر العقده غيرنا؟ احنا مرينا الحقيقه بمجموعه مباريات قاسيه جدا ومنافسات صعبه جدا، يمكن حتى هنا لما كان الدور التمهيدي بيتلعب هنا في صالة الدكتور حسن مصطفى يمكن طلعنا مركز تاني، ولكن كنا أملنا كبير جدا في أننا قادرين أننا دايما على نهج النادي الأهلي، من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. وعشان كده احنا بنحتفل كثيرا. ليه؟ لأننا دايما وأبدا عندنا نهايات، الحمد لله رب العالمين، نهايات سعيدة. ممكن تتعثر في البدايات، ولكن انت قادر على صياغة النهائيات بشكل البطولة. عشان كده بندعي ربنا واحنا بنحقق بطولة السلة النهاردة، ان نفس اللي حصل في كرة القدم وفي دوري أبطال أفريقيا عندما لم نجيد في بعض المباريات في دور المجموعات وبدأنا اننا نحقق أرقام صعبة جدا من بعد مباراة صن داونز، اننا نيجي ونقول قدرنا أمام الوداد، قدرنا يوم 11 إن شاء الله يونيو إننا نكتب النهاية السعيدة
كعاده النادي الاهلي يا رب يا رب، كعاده النادي الاهلي اللي دايما بيقول لك ما تستعجلش، طول ما في صفاره، طول ما في ثانيه باقيه في اي مباراه في اي بطوله، اوعى اوعى تامن مكر النادي الاهلي في تحقيق البطولات. طبعا انت عارف يعني انا عايز اقول حاجه، بص شعور الجمهور يا اسامه يعني لحظه مش عارف تقيمها، يعني شعور اللاعبين والجمهور وهم بيكتبوا لنفسهم التاريخ. انا دايما بقول حاجه، يعني كنت بحكي واقعه عن جمهور من بعض من جمهور الاتحاد السكندري من حوالي سنه كده، كان بيتكلم عن الاتحاد يا اسامه، وطبعا الاتحاد في لعبه الباسكت تاريخ كبير جدا اكيد بنحترمه وبنقدره. شفت شغفهم يا اسامه، لكن افريقيا انت متفوق على الاتحاد، شفت شغفهم في الحكي، وشفت شغفهم في فكره ان اللعبه تعتبر، انا بشوفها عند كتير منهم هي اللعبه الاولى، شفت الشغف في حكاويهم. قلت يا جماعه احنا في الفتره دي بنعيش تاريخ مع جيل هيبقى عندنا حكاوي وحواديت وامور كتير جدا، واحنا لما نكبر وتعدي السنين نحكي عليه بالشغف ده، نحكي عن اللقطات دي، نحكي عن لقطات فرحه جمهور النادي الاهلي زي الاطفال، حماس جمهور النادي الاهلي وكانه بيعرف لاول مره فكره الفرحه بالشكل ده، لان كل حاجه مع النادي الاهلي هي جديده. يعني فرحه كبيره جدا ولحظات تتويج عظيمه وسلسله انتصارات، يا بخت كل اهلاوي بالنادي الاهلي. وارجع واقولها تاني، مسكين اللي ما بيشجعش النادي الاهلي، مسكين اللي مش قادر يعيش لحظات السعاده دي، مسكين اللي عايش مع الاوهام وعايش مع الاكاذيب وعايش مع محاوله ان هو يفسد علينا فرحتنا. بس هتفسد فرحه هتلاقي بعدها مليون فرحه، لان فرحه النادي الاهلي يا اسامه ما بتخلص، ملهاش نهايه، ممتده في كل اللعبات وفي كل حاجه. وفي كره السله تحديدا يا فارس، انت حرفيا بتعيد صياغه وكتابه التاريخ، انت حرفيا بتحط النادي الاهلي بالجيل الحالي بالجهاز الفني الحالي على اول درجات الاستحواذ على البطولات، اول درجات ان انت ترجع تكون رقم واحد في لعبه كره السله على مدار التاريخ من حيث عدد البطولات. انا عارف ان الاتحاد المصري لكره السله فيه ازمات كتير جدا زي العاب الصالات، ومعظم العاب الصالات ان التوثيق بيكون ضعيف جدا، وبتبدا تدور على التوثيق البطولات دي من خلال قصاصه ورقيه في جريده او في ارشيف قديم، ولكن حتى بالارشيف القديم وضعف التوثيق، فانت الان في حضره النادي الاهلي تعيد صياغه تاريخ لعبه كره السله في مصر وفي افريقيا، وان شاء الله كلنا امل اننا العام القادم ايضا نحتفل باحتفاظ النادي الاهلي بهذه اللعبه او بهذه البطوله، عشان يكون النادي الاهلي الاكثر تتويجا. انت عارف ان دي البطوله الثالثه، في فريقين فازوا قبل كده بالبطوله دي، والنادي الاهلي البطوله الثالثه، فان شاء الله يبقى البطوله الرابعه، وباذن الله نقدر نكون احنا الاكثر تتويجا في القريب العاجل. مبروك مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، مبروك لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي اللي وثقت في الفريق وراهنت عليه وكسبت الرهان، مبروك للجهاز الفني، مبروك للاعبين، مبروك طبعا لكابتن خالد العودي، لكل الناس. الحقيقه بطوله مبهجه مفرحه، وما احلى ان انت تكون متواجد على الهواء مباشره وانت بتحتفل بالبطوله الاولى من نوعها في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ لعبه كره السله.